برنسيس يا ست الكل، وربنا برنسيس. انت تاني شوقي بيه بيمثل. والنعمه يا اخويا انا مكسوفاك، كل ليله تيجي شايل ومحمل وتروح يا عين امك ايد ورا وايد قدام، انت ما بتزهقش؟ انت حاسه بيا اهو. طب هقولها لك تاني، لان انا مش عارفه انت مشكلتك فين يا اخ، في ودنك ولا في دماغك؟ انا رقصه وبس يا عيني، مش خيشه اللي داخل واللي خارج بيدوس عليها بجزماته. الراجل عايز الود يتصل. وقول له ودك ما فيهش رصيد، لا عمره هيتصل ولا عمري هستقبل. قلت ايه بقى؟ بالهداوه يا ست الكل. مش كده؟ هتشيش انا احلى. انا يا كبير. والله اخي انا مش فاهم. اسافر وارجع الاقي البلد حاله متشقلب بالمنظر ده. انا اللي مش فاهم، انت اللي رجعت، ما كنت خليتك يا اخي. على الاقل كنت شدتني معاك. والمصحف هناك زي هنا، يمكن هنا احسن كمان. ليه بقى؟ ماسيك اخوك اهو، قاعد وقلع الدولي. قول لي يا مين انت كلمتوني صحيح ولا ايه؟ برضه عشان اخلص بقى من الحوار ده. اوه يعني انت لو كلمته دلوقتي هتلاقيني نطط في الطياره يعني؟ بعدين اكلمه لك بعدين. كل حاجه بعدين، في ايه يا عم؟ ايه يا مين؟ مش عايز تخدمني ليه؟ يا جدع افهم، اي هاف نو لايف، اي ليف ان دارك هير. دارك؟ انا عارف انت هتغير رايك في يوم وليله. لا طبعا، نو واي يا معلم، نو واي. يا جيبو رايق. يا نص، ايه اللي ماشيك في نص الليل كده؟ كنت بجيب حاجات. يا ده احنا مش قلنا مفيش نزول بالليل. امال اخلي اختي هي اللي تنزل بالليل ده؟ جدع نص، راجل يلا راجل. طب لما تحب تعوز حاجه بعد كده قول لي النحله يبعتها لك على البيت. ماشي. طب فكك من الكلام ده وعلمني حركه جديده. يا ده مش لسه معلمك حركه، احفظها الاول. طب انا حفظتها صم. خلاص بعدين بقى عشان دماغي ما تدوش. بكره بكره. ماشي بس بكره خليهم حركتين. يا بطل لما ده بقى طير، يلا اقعد على البيت. ماشي. يا عمنا بقالك ساعه مقعدني وبتحكي معايا في كلام ملوش عايزه، في ايه؟ من غير لا لف ولا دوران. الموضوع اللي بينك وبين امك ده مش هيبقى له اخر ولا ايه؟ وايه لازمته الكلام اللي بينرفز بقى يا عم ياسين؟ ايه هو ده اتنرفز مني ولا مش القصد؟ بس انت عارف ان انا ما بحبش احكي في الحوار ده. اسمع يا موسى. اسمع انت يا عم ياسين. الكلام اللي كانت بتضحك بيه عليا وانا عيل صغير ما ينفعش تضحك عليا بيه دلوقتي. انا عايز اعرف ابويا مين؟ ما ينفعش واحد زي الشحط زيي ما يبقاش عارف حاجه زي دي. يا واد الكلام لهب اللي انت بتقوله ده. ما هي قايله لك بدل مره 10 وخلصت من الموال ده. واللي انت تغيب تغيب وترجع تنقش فيه تاني، ويا ريت بالادب يا اخي. وبعدين هي بتشتكي لك بتعين. انا اتكلمت معاها بالهداوه، هي اللي عصبتني لما ردت عليا. عصبتك؟ هيبه يوسف دمك يا ابني. امك سابت الراس زمان علشان خاطرك يا يوسف اللي بتاكل منه عيش. انا ما بتكلمش يا عم ياسين في انها سابت الشغل وما سابتوش وقصرت معايا وما قصرتش. انا حاسس ان انا ابن حرام. ماليش اصل. ما اعرفش ابويا مين. ما لو كتب في شهادة الميلاد ده يبقى مين؟ قول لي انت يبقى مين؟ ها؟ قول لي. تعرفه؟ شفته؟ قابلته؟ شفت حد من اهله؟ بلاش. لو كانت متجوزاه فين قسمت الجواز؟ ولو كان مات فين شهادة الوفاة؟ فين أي ورقة تثبت إن أنا ابن حلال؟ ها؟ احنا نضحك على بعض يا عم ياسين، ما احنا اللي فوق سوا. ولا أنت ناسي؟ ناسي العيال زمان وأنا في الحركة وبينادوني يقولوا لي إيه؟ ها؟ نسيت؟ ما نسيتش يا يوسف. بس عايزك تفتكر انت كمان ان انا ياما قلت لك يا ابني ان امك دي اشرف واحده في الدنيا وان ابوك هو اللي سابك وطفش ومش عارفين له طريق جره وخد معاك كل الورق اللي كان ممكن تخزق بيه عينيك دلوقتي. بعدين يا ابني انا ماليش مصلحه علشان اكدب عليك في حاجه زي كده. انت بقى شيطانك بيلعب بدماغك، مش عايزك تصدق في موضوعك. انت حر. فل يا يوسف. يا رمضان جبت الحاجة؟ لا جاي عشان انا ناقصك يا خفة يا عم الحاج. الفرق الوحيد بين هناك وهنا ان هناك بتعمل حاجة بتلاقي قصادها حاجة. هو ده اللي انا عايزه، لما اشتغل الاقي نتيجة لشغلي. ابو مايا بالحتة بتاعتك. هو ده الكلام. الله يسأل له. يا اوعى يا نحلة. انا يا كبير. وفي الدوشة اللي جوه دي؟ مش هقول لهم ماتش حريمي، انما ملاكمة. ملاكمة جامدة قوي يا كبير. الحريم بص بتقطع في بعض. ايه بقى؟ ليه منزلك متأخر قوي كده؟ الواد نص قال لي انك لسه قاعد على القهوة، فقلت الحقك قبل ما تروح الشغل. افرضي رحت الشغل ولا حتى أجزت، ايه؟ مش ترني لي قبلها؟ قلبي قال لي اني هلحقك، ما تضحكش عليا زيك. قولي لي بقى. قلبي قال لك ايه تاني؟ قال لي بحبك وحشتني ونفسي انا وانت بقى نتلم في بيت واحد واحس بحضنك بيحميني. تحس بايه؟ احس بحضنك بيحميني. قولي لي يا بنت، هو انت بتحلوي زياده كده بالليل ولا انت كده طول اليوم؟ انا كده طول اليوم يا اخويا، بس انت بقى اللي مش واخد بالك ومطنشت. انا قليل الادب. لا يا اخويا ما تقولش على نفسك. اسمعي بس، انا قليل الادب. لا يا دي يا بنت افهميني، انا قليل الادب. انا بنت الرجاله، ما حدش في الدنيا دي يمنعني غير البت دي. مين؟ الدنيا كلها عارفه اسمها هنادي. لا ما اسمهاش هنادي.
اسمها موحة. كركس يا اخويا عشان يقولوا لي نقطة السلم ولا حاجة. ايه يا اسطى؟ أنا ولع لها في العمارة مش في اللمة بس. أهلا بالفنانة اللي مسيطرة في المنطقة. جرايه يا رايق، احنا مش هنخلص من نمرة كل الليلة دي يا اخويا ولا ايه؟ لا يا سماح مش هنخلص، الحوار عاجبني ومش هنخلص، وعلاء الحرام من ديني ما انت نازلة من باب البيت تاني. وانت مالكش حلفانات عليا يا عناي. ده من امتى ان شاء الله؟ من هنا وطالع. وبعدين انت مالك محموق كده ليه؟ انت مالكش حاجة عندي، لا انت اخويا ولا خطيبي ولا جوزي. ما تظبط يا بت. مالك 100 مرة يا رايق، مالكش حلفانات عليا يا اخويا. ما حدش يسمعك لامك ولا دياب. سيبك منه، ده فيلم كل يوم. ها يا رايق في الحتة. خدماني معتبر. عيب عليك يا عم يوسف، ده انت حبيبي، هجيب لك حاجه اشمل برضه. طب الحته دي تخصني براك يا بص، هي تمنها كف. كف كتير، انا هديك 3.5. تمام تمام انت حبيبي برضه. خد ادبر لك الفلوس واكلمك. اتكل على الله دلوقتي. يا رايق يا رايق، ترايق يا رايق، وانت كل شويه يا حبيبي تتفرج علينا بخليق ربنا، عيب كده يا واد. خش جوه يا عمتي. البت دي لازم تتربى. ايوه دي بنت كلب ولازم تتربى. انا متربيه كويس يا رايق وانت عارف. يبقى انا اصربيه ولا هربيكي؟ تعالي بقى. يا راي يا راي، ما تستهدف بالله يا جدع. انا يا يوسف كده ضاع واحد بيت ولا اخر. انت هتشوفي دلوقتي بقى انا هوريك. تعالى يا جدع. ايه ده جيجي؟ خدها على فوق. يلا 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 يلا. ما كان مسافر ومريح لي، انا عارفه ايه اللي رجعه. رجع عشان ينكد عليا ويقرفني. منك لله يا رايق. طب يا بنت ما تعرفيش تردي شويه بدري من شغلك؟ يعني على الساعه 7 كده كويس. 7 ايه ياما؟ وانا بهز في مستوصف؟ ايش حال كنت بنت كار وعارفه؟ كار كار ايه يا اختي؟ هو الكار بقى كار؟ ده الكار باظ. الكار زمان كان محترم، الهزه بحساب والطبله بحساب والزمره بزماره. هو الكار دلوقتي جايب همه يا بنت. ما تجيبي كده من الاخر يا بنت وتخلصي. هو ايه الاخر ده يا جيجي؟ الاخر يا خالتي اللي كلنا عارفينه، البت موحه بتكيد للرايق وعينها هتطلع عليه. لازمتها ايه الهوليله اللي بتعمليها كل يوم دي؟ ولا هو يعني عيني فيه واخيه عليه؟ الله، تحب اكلمه لك انا يا بنت؟ ايوه كلمه لها يا جيجي. اسكتي يا امه، والنعمه الشريفه لو عملت كده يا جيجي ما اكون عارفاكي تاني. خلاص. وبعدين ما حدش فيكم فاهم اللي في دماغي، انا الكار ده كله واخداها سلم. يرزق الهجع والناجع والنايم على صرصور ودنه. سلمه لايه يا ام العتب؟ ما ترسينا يا بنت. للسيما يا روح امه. سيما سيما يا سيما يا ام سيما يا سيما. ام سيما، وانا يعني اقل من غادة عبد الرازق ولا سمية الخشاب؟ للدم يديك يا بنت. سيبيها على هواها، حدد لها ما يجي على قفاها. طب والله يا جيجي ده انا زمان كنت فرس رماح. ايوه يا بنت والله كنت مشرعه ومفرعه وطول الباب ده هو، والوسط كده هو، ودول ما شاء الله كده هو، ودول ما شاء الله كنت تحطي فنجان القهوة عليهم بوش والله ما يتهز. ولا سمانة الرجل كانت كده هو، ولا شرعة العين لما كنت أضرب الكحلة فيهم كده هو واشرع بعيني كده هو، كانت الناس تبقى هتتهبل عليا وتقولي لي غدا الخشاب وسمية عبد الرازق بلانيلا يختي عليك وعليهم من بدري. أمك بتحكي الذكريات. حافظاها كلها.